باسم الآب والابن والروح القدس، أمين. عم نقترب من عيد الميلاد، أي نهار 25، ولكن نحن بقلب الميلاد، لأنه من تعمد ولبس المسيح والمسيح لبسه، أي نحن في قلب الكلمة والكلمة في قلبنا، ومن في قلب من؟ في الحب الصحيح، في الحب المجاني، في الحب الصادق، ما بعد حدا يعرف مين بحب التاني، وين بتبلش دورة، حلقة الدورة. هاي كل الناس، الشباب والصبايا اللي حبوا بعضهم أو الأصدقاء اللي حبوا بعضهم حب صادق مظبوط، ما بعدش يعرف مين بده يشكر التاني، تا يعرفوا مين اللي بلش بالحب وكيف بلش الحب وكيف بدور الحب فيهم، أي دورات ولوين بوصلهم. في هذا عيد الميلاد هو التقاء السماء بالأرض، هو الحب الخالد، لأنه نحن من الحب قد أولدنا، من الحب خلقنا، الكون من الحب خلق، لأن الله هو حب وهو محبة، خلق كل شيء جميل، كل شيء مبني على الحب والعاطفة المقدسة. فمن هون هذا عيد له كل هالرمزية، هاي السماء والأرض تتعانقان، فتعطي الأرض السماء أما، والسماء تعطينا الألوهة بواسطة الكلمة الإله ربنا يسوع المسيح، بنعمة الروح القدس الذي يرافق كل مكان وما سيكون، هو بدء ونهاية وختام كل شيء، هو الروح القدس الحب الإلهي. أقرأ إنجيل صغير اليوم من مار يوحنا، إنجيل يوحنا 14:8-14. وهون الشغلة الفاتحة المهمة اللي بدنا نتفت لها. قال فيليبس ليسوع: يا رب أرنا الآب وحسبنا. قال له يسوع: أنا معكم كل هذا الزمان يا فيليبس وما عرفتني، من رآني رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألا تؤمن أني أنا في الآب وأن الآب في؟ الكلام الذي أقوله لكم لا أقوله من تلقاء نفسي، وللآب المقيم في هو يعمل أعماله. صدقوني أنا في الآب والآب في، وإلا فصدقوا من أجل الأعمال نفسها. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي يعمل هو أيضا الأعمال التي أنا أعملها، وأعظم منها يعمل، لأني أنا ذاهب إلى الآب. كل ما تطلبونه باسمي أعمله، ليمجد الآب في الابن. إن تطلبوا شيئا باسمي فأنا أعمله. حقا والأمان لجميعنا. أنا بعتقد أنه هيدي عيدية حلوة لقل ولقلكم، وبعتقد أنه أكيد فهمتوها كتير منيح، وإيماني الكبير ولبل قناعتي أنكم راح تعرفوا تحطوا كلمة الكلمة محل يسوع أو محل الأنا. يعني تمت البسيط، قال فيليبس للكلمة: أرنا الآب وحسبنا. فقال الكلمة لفيليبس: أنا معك كل هذا الزمن يا فيليبس وما عرفتني، من رآني رأى الآب، من سمعني سمع الآب. أنا والآب واحد. إذا أنا الكلمة، هو العقل، هو الحكمة، هو أكثر من هيك، هو النطق، هو المنطق، هو كل ما كان وما سيكون، لأنه أنا الكلمة أعبر عن من قالني. الكلمة هي ابنة من قالها، والذي يقولها لا يعرف إلا من خلالها. ما في أعرف إنسان إذا ما بيحكي من هو شو في بعقله، وإذا بيحكي بعرف شو في بعقله. إذن من رأى أو سمع الكلمة، رأى وسمع مطلق الكلمة، ناطق الكلمة. فإن كانت هذه الكلمة شيء شائنة، قائلها كان شائنا، وإن قالت محبة وصحيحة وتبني، فقائلها محب وصحيح ويبني. من هون قال المسيح: الإناء ينضأ بما في داخله. نحن تعمدنا بالمسيح، لبسنا المسيح، وحطينا كلمته بقلبنا ونعمل بها. سمعنا كلمة الآب، يعني سمعنا يسوع، ونعمل حسب تعليم يسوع. فمن هون لنا الحياة، والحياة أوفر. ثم نحن واليهود صرنا واحد، الآب لأنه الأبوة، والابن لأنه البنوة، والأبوة موجودة بكل ذكر، والبنوة موجودة بكل إنسان، والأمومة موجودة بكل أنثى، فالبشرية قائمة على هذا الوعي. الميلاد هو ميلاد الأمومة والأبوة والبنوة والطفولة والحب. هو مفاهيم بدنا نفكر من خلال
مغارة حلوة، وبشكر اللي عملوا المغارة برعية مار يوسف للسريان الكاثوليك بميسيساغا، والسيدات اللي ساعدوا امبارح وعملوا هالمغارة اللي هن احنا شايفينها بالباك جراوند، الديكور الحلو واللي هي كتير مناسبة لهالعيد. حلوة كتير، وهي منيحة للأطفال، كل الأطفال بيجوا بحبوا يشوفوا بيبي جيزوس وبحبوا يتصوروا معه، ونحن كلنا منعيش طفولتنا وقت ما نشوف المغارة لأنه من نحن وصغار نعملها، ولكن اللي كبر شوي ووعي وبده يوعى أكثر بيشوف كلمة الله بهالمزود، بيشوف الإنجيل بهالمزود. وأنا عادة هلا بكرة بحط الإنجيل وبحط الطفل يسوع فوق الإنجيل، لأنه في الإنجيل كلمة الله، وكلمة الله هي التي تولد في هذا الميلاد المبارك. إن شاء الله كل واحد بيشوف بعضنا، إذا بنشوف بعضنا، من رأى كل واحد من التاني نرى المسيح فيه، نرى العذراء مريم فيها، نرى الله بكل واحد منا. مشان هيك الاحترام للإنسان مقدس إلى أقصى درجات القداسة، شو ما كان الإنسان، مين ما كان الإنسان، بدنا نشوف فيه المسيح، إما ممجدا وإما مصلوبا. وعيد مبارك عليكم جميعاً.